يمكن مريتي على هالذكريات قبل؟ أكيد طبعاً مثلتوا في أماكن تراثية ومثلنا في الأماكن الجميلة الحلوة، واجهت نفسي واجهت المجتمع كله، ما حد يقدر يوقف وجهي أنا، ما حد. شو أصعب، شهرة المسرح ولا شهرة الشاشة التلفزيونية، وأيهما تدوم أكثر؟ المسرح يدوم، يدوم أكثر، يدوم أكثر وينطفي إذا ما ظليت على خشبة المسرح. مجرد دور أنك أنت تكون متواجد يجرح، يجرح كثير. أني أنا أقدم على التلفزيون دور وخلاص نسوني، دور على المسرح غير. أول جرة طبعاً سحبتها الفنانة بدرية، بيت الأمنيات، بيت الأسرار، كان قلت مليون أحسن. تعرف شي حاكي من نفسينا تبعي؟ حدا قال لك شي عنه؟ تعرف حدا اخذ حكيم نفساني وحكي عن جمهوره انه هو عظيم؟ طب ليش قبلتيها؟ بيزات بس كرمال الفلوس. خبريني شوي عن بدرية الصغيرة. تستحي؟ كانت خجولة بدرية الصغيرة، بسمع انا هيك بسمع. لا كانت تلعب وكانت تستانس وكانت محرومة شوي. ليه تأثرتي؟ كانت عم تحلم انه تصير ممثلة يمكن. لا هي كانت حبيبة مغرومة. ايه قد ايه عمرها بدرية اليوم؟ داخلها 18 سنة. تنكري انه انت حديث السوشيال ميديا ومشاكلك موجودة بكل محل على السوشيال ميديا، بتحبي يفوت أنا وياك على تويتر نكتب اسمك؟ أوب 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 على الكلمة هاي، يطلع لك بدرية. أيوة دراكس بدرية. أيوة. سكرانة بدرية، مخدرات بدرية، وأنا عندي الإثبات. ليش أنتي؟ لأني ناجحة. ملايين بدهم يهدموا بدرية أحمد. مين هي بدرية أحمد لحتى ملايين بدهم يهدموا؟ ثلاثة اسمع، هم أربعة. تعرفيهم؟ ايه بالاسم؟ تعرفهم؟ لا تكن تأخر سعيد.